ضوابط لنقل أصحاب الظروف الخاصة من المعلمين والمعلمات. معنا للحديث عن هذا العنوان المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي. أستاذ مبارك مساء الخير. أستاذ مبارك مساء الخير. أهلا مساء النور، أنا ما سمعت أول. يا أهلا وسهلا. حياك الله. طبعا الان احنا سمعنا ان في ضوابط جديده اقرت ويعني وتمت الموافقه عليها لاصحاب او ضوابط لنقل اصحاب الظروف الخاصه من المعلمين والمعلمات. استاذ مبارك، هل هذا صحيح بدايه؟ لا، هي ليست جديده اخ عزام، وانما هو تحديث للضوابط السابقه. كان هناك ضوابط مطبقه خلال السنوات الماضيه، والعام تم تحديثها او قبل العام وتطويرها. هذا العام أيضا تم تحديثها ومعالجة بعض الملاحظات فيها، وإضافة يعني شيء من المرونة أيضا في بعض الفقرات الموجودة في ضوابط يعني ضوابط ومعايير نقل ذوي الظروف الخاصة. فما حصل هو تحديث في الواقع. جميل. وتطوير لبعض الفقرات الموجودة فيها. طب أستاذ مبارك، وش اللي تغير الآن يعني في هذا التحديث؟ وش اللي تطور؟ وش اللي زاد مثلا؟ وتقريبا يعني ما يتعلق بوضع الزوجة، يعني كان هناك في موضوع المطلقة المرأة المعلمة التي تم طلاقها، كان هناك بعض التفاصيل أو بعض الأمور تتعلق بمتى فعلا تصبح من ذوي الظروف الخاصة. فوضعت يعني حسن هذا الشرط أو عولج هذا الشرط، بحيث أنه لابد أن يكون مثلا زواج المعلمة الذي حدث طلاقه أو أبغت العمل، كان سابقا أنه لا تكون هذه القضية عندها قبل التعيين. إن كانت عندها قبل التعيين لا تدخل ضمن الضوابط. الآن أصبحت يعني أصبحت ضمن هذه الضوابط، حتى لو كانت هذه إشكالية لديها قبل تعيينها أو قبولها للوظيفة أو قبولها لهذا المكان. لكن أضيف يعني أو عولج هذا الشرط بأنه لابد أن يكون لزواجها لا يقل عن سنتين، أو أنه لديها أولاد. يعني الزواج كان قائما من يعني منذ سنتين أو لديها أبناء. ده. فيتم التعامل معها من هذا الجانب يعني. ده. يعطيك العافية أستاذ مبارك، شكرا جزيلا على المشاركة والتعليق. يعطيك العافية مشاهدين.